أيها الحفل الكريم، مشاهدي الكرام، ها هنا ننطلق وإياكم أيضا بشوط جديد بآمال جديدة. مباشرة نذهب لتعداد الأسماء، نذهب إلى سرد المتنافسين هنا الذين حضروا على أرضية هذا الميدان، ميدان الفليج بولاية بركة أولا، وننطلق مباشرة إلى الصدارة، إلى من يأتينا هناك. الشبابي محمد بن حمد بن سالم الوهيبي، من يقدم لنا الشبابي على ثاني الأسماء. أرى القادم هناك وينطلق لنا اسم شعار بن شامس، مع شعار بن شامس هنا من يأتينا. ثالثا نذهب إلى ثالث المراكز، راهي مع صالح بن حمد بن علي اليحافي من يتقدم. رابع الأسماء ورابع المنطلقين الشبابي أيضا، غصن بن سعيد بن حميد المسلمي من يقدم لنا الشبابي من ميمنة الميدان. أرى شعار قادم هناك على سادس الأسماء، سادس الأسماء ويأتينا بالانطلاق المميز والمندفع. هناك ينطلق شاهين حمد بن سعيد بن سالم القنوبي أيضا، سابع الأسماء وسابع المنطلقين من يأتينا ويقدم. السلع نواب الراشد بن حارب السعدي من يتقدم من الزاوية الصعبة. ثامن الأسماء وثامن المنطلقين، أرى القادم هنا من يأتينا. ذرب طارق بن ناصر بن سيف الحارثي، تاسع الأسماء، تاسع المنطلقين سراب عبد الله بن حمد بن راشد العمري من يتقدم. عاشرا هنا أرى القادم من يأتينا، مغادر حسن بن جميل بن حسن ألم بيحصي، ولكن العودة من يأتينا طايش مع محمد بن علي بن سعيد الهديوي، الهديوي من يأتينا بهذا الاسم. ثاني الأسماء وثاني المنطلقين الشبابي غصن بن سعيد بن حميد، شعاركم الهديوي ولا غصن بن سعيد بن حميد المسلمي من يتقدم. ثالث الأسماء من يأتينا، ذرب طارق بن ناصر بن سيف الحارثي. رابع الأسماء ورابع المنطلقين شاهين عمر بن عيد بن سالم القنوبي. خامسا أرى القادم هناك على خامس الأسماء، مغادر حسن بن جميل بن حسن ألم بيحصي. سادس الأسماء القادم هنا من يتقدم، الظبي حمود بن حمد بن حمد الوهيبي. سابع الأسماء سراب عبد الله بن حمد بن راشد العمري. ثامن الأسماء أرى القادم الكم الهائل، ولكن العودة بافتتاحية الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. هنا لا زالت المقدمة تحت أقدام طايش محمد بن علي بن سعيد، محمد بن سعيد هنا من يتقدم. ولكن التغيير الذي يأتي من التبر، مسعود بن سيف بن راشد السعدي هنا من يتقدم. رويدة الرويدة هذا الاسم الكبير، ولكن الملاحقة من يأتينا هناك شاهين عمر بن عيد بن سالم القنوبي أيضا الاسم القادم. هنا من يأتي الشبابي غصن بن سعيد بن حميد المسلمي. هكذا الأسماء، ثلاثة أسماء. رابع الأسماء من يأتينا، سراب عبد الله بن حمد بن راشد العمري. خامس الأسماء القادم من الصفوف الخلفية وياتينا الظبي حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي. العودة إلى المقدمة، إلى ضرب طارق بن ناصر بن سيف الحارثي من يتقدم. ثاني الأسماء من يأتي، سراب عبد الله بن حمد بن راشد العمري أيضا. ثالث الأسماء وثالث المنطلقين والمندفعين، هناك من يأتينا، من ينطلق شاهين عمر بن عيد بن سالم القنوبي. العودة هنا إذا ضرب، ضرب الفعول، ضرب الانطلاق، ضرب الشكل الممتاز والجميل. طارق بن ناصر بن سيف الحارثي من يقدم ضرب، ولكن خطير، خطير شاهين، ضرب خطير شاهين، شاهين ضرب، ضرب ضرب. نعم، من يحسب الامور بصالح طارق بن ناصر بن سيف الحارثي. ثاني الاسماء من اتانا هناك، شاهين عمر بن عيد بن سالم القنوبي. ثالث الاسماء من أتانا على ثالث الأسماء، مغادر حسن بن جميل بن حسن ألم بيحسي. هكذا نعود بالتهنئة إلى مالك ضرب طارق بن ناصر بن سيف الحارثي.